زي ما شفنا مع حضراتكم في البث المباشر، يمكن الناس كلها واقفة بتصور هذه الظاهرة، ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. لكن احنا دلوقتي بقينا بنصور حاجات تانية كتير قوي الحقيقة، وده سؤال حلقتنا النهاردة. سؤال حلقتنا هو: لو شفت حادثة قدامك هتصورها ولا هتساعد؟ يمكن احنا بقالنا كمان كتير قوي بنشوف حوادث كتير قوي 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 متصورة على السوشيال ميديا، في البعض منها اللي كان تصويره يعني ساعد كتير، وفي البعض منها اللي كان تصويره تسبب في أذى لناس كتير جدا. الموضوع جدلي وبيختلف من حد لحد ومن موقف لموقف. خلينا أعرف من حضراتكم كده رأيكم إيه، لو شفتوا حادثة قدامكم هتصوروها ولا لأ؟ بس خليني كمان أعرف رأي محمد شاذلي. في الحقيقة الناس انقسمت زي ما أنت قلت يا جمانة، ما بين اللي يقول إن إحنا نصور عشان نوثق هذا الأمر، وما بين إن إحنا ليه إحنا صورنا، لأ بدل ما كنت أضيع وقت في التصوير كنت أساعد. والحقيقة في حادثة شهيرة في سنة 93 لصحفي جنوب أفريقي اسمه كيفن كارتر. الصحفي ده سنة 93 كان في مجاعة في السودان، وصور صورة لطفل يعجز عن الوصول لمركز الإمدادات، وكان جنبه نسر. فالصورة اتخذت واتحطت في كل الصحف واتكتب عليها: بينما يعجز الطفل عن الوصول لمراكز الإمدادات النسر يترقب. الصورة دي عملت ضجة كبيرة جدا وانقسمت الناس ما بين اللي يقول انت ليه ما رحتش تساعده، وما بين اللي يقول ان هو لو ما كانش صوره ما كانتش الناس عرفت وما كانش العالم كله عارف ان في مجاعة وبدأ يساعد السودان في هذا التوقيت سنة 93. فالحقيقة هو كان عنده رد، ويمكن بعض الناس قالت ان هو قدم مساعدة للطفل قبل ما يصوره، وبعض الناس قالت ان هو كصحفي دي مهمته، وانه كان ممنوع عنه ان هو يقترب من الاطفال عشان ما يصابش ببعض الامراض اللي كانت موجوده في هذا التوقيت. لكن في النهايه تصويره افاد، تصويره في النهايه جمانة عرف الناس كلها ان في مجاعه، فده دوره كتوثيق، فكان دور مهم. انا بالنسبه لي افضل ان انا اساعد، يعني افضل ان انا اساعد بكل مقاييس. يعني مش عارفه، يعني هو موضوع فعلا يحير. يعني في مواقف تقدر تساعد فيها، وفي مواقف يمكن تصويرك لوحده يقدر يساعد. بمعنى في حوادث كتير جدا لما بيكون في تعدي على حد، او لما بيكون في مثلا حادثه سرقه، حادثه اي حادثه يعني تعرف تساعد فيها بوجودك، دي طبعا اكيد الاجدى ان احنا نساعد. لكن في حاجات تانية زي مثلا عربيه ماشيه عكس السير، عربيه لا قدر الله خبطت حد، دي مش ممكن محدش يقدر يساعد في وقتها. المساعدة الحقيقية تكون مثلا ان احنا ناخد رقم العربية، ان احنا نقدر نصور شكل هذا الشخص. يعني في مواقف كتير ما نقدرش نحصرها، يعني ما نقدرش نثبت نقول انا هنا هعمل كذا وهنا هعمل كذا. لكن اعتقد ان العقل والانسانية هي اللي بتفرض علينا المفروض نعمل ايه. لكن لما العاملين دول يكونوا فيهم مغالطة، هنا المشكلة. زائد حاجة تانية برضو، أنا بشوف إنه فكرة إنه أصور شخص بعينه من غير ما أغطي عينه، أو إن أنا حتى أشوش على شكله، أنا شايفة شاذلي دي فيها برضو مشكلة. لأنه فعلا في حوادث أو في مواقف، وشفنا ده كتير جدا على السوشيال ميديا، في مواقف كان ممكن تحل فعلا لو ما كانش الفيديو انتشر والناس كلها علقت والناس كلها حكمت. وللاسف احنا بقى عندنا عاده سيئه جدا ان احنا بقينا شايفين ان احنا مخولين ان احنا نحكم على الناس وندي احكام ونصدر احكام ونطلق صحيح. احكام، واللي يتكلم غير كده يبقى مجرم. فالموضوع كذلك جدا، يعني ما تقدرش حتى لو يعني انا اتفق معاكي، حتى لو كان هو مذنب، يعني الشخص ده حتى لو كان مذنب برضه وكان مخطئ، ما ينفعش ان احنا نوري صورته للناس وان وشه يكون معروف للناس كلها، لانه مخطئ وهياخد جزاته وهياخد عقابه، ملوش لازمه التشهير في المخطئ وراه اسره، وراه اهل، وراه عيله ممكن تتضر، هي ملهاش ذنب ابدا بالجرم او بالذنب اللي هو ارتكبه. فالموضوع اكبر من كده بكتير. ففعلا فكره وجود موبايل في ايدنا بكاميرا حقيقي دي مسؤوليه. شفنا بيوت كتير اتخربت، شفنا حوادث كتير جدا قدرنا نوصل فيها للجناه وكل الكلام ده اكيد تمام لا شك فيه، لكن كمان شفنا حياه ناس كتير جدا كانت على المحك، وشفنا يمكن مستقبل ناس كتير جدا كانت على المحك بسبب الفيديوهات دي. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، لو شفت حادثه قدامك هتصورها ولا هتساعد؟ ولو عندكم مواقف كمان يا ريت تشاركونا بيها، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، ومستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.